السلام عليكم. هذا ما شاء الله الحمضيات جدا جميلة ومثمرة. احنا في منتصف شهر مايو، يعني شهر يونيو، يعني شهر 6 ميلادي، والري يومي يا اخوان. الري للحمضيات حر الحين، حصل بعد صبح وعصر اذا بيت ما يخالف، لكن كمشاريع خلوه ري تنقيط 3 ساعات بمعدل 4 نقطات، كل نقاط 6 لتر، 3 ساعات ونص في اليوم راح يعطيها 80 لتر. هذه الطريقة المناسبة للمشاريع. بالنسبة للبيوت كل يوم الصبح والعصر كويس. السماد بالنسبة للبيوت، السماد الألماني 12-12-17، جمع يد كذا كبه فوق الحوض كل 20 يوم مرة لجميع أنواع الحمضيات. قبل القطاف الشهر تترك. أسأل أشجاركم عن الغبار، إذا لاحظتوا أنه فيه شهاب ومشاكل معناته أن فيها عناكب، رشة مبيدة، بمكتين، يعني مبيد عن الغبير المتوفر في السوق. رشة رشتين خلاص يكفيها إن شاء الله، رشة في شهر 5 ورشة في شهر 6 إن شاء الله يكفيها بإذن تعالى. احتراق بسيط من جهة الشمس لا يضر ولا يضيق صدرك، أنت في طقس ملتهب وكونها ناجحة ومثمرة عندك احمد ربك.